لا ليه مش خلي هنقول، زيد لي هاي يا البلاد ماريو، يا ماريو زيد لي ربي عسلامة. حلو الكام، بربي حلو الكام، بجي لا ربي لا حلو انا الكام اسمع الصوت. بتوجوه. عسلامة. سالو صباح سلام الحمد لله، عليكم، انتي سافا؟ الحمد لله. ما تحبش حل الكامة؟ مش ما تحبش مي ضو طافي. مش مشكل، حل هو تاف. طب ضو التليفون. من غير ما تحط فيلتر وتلاصق، يا اخي ليش لعبت تحسب وجهه وكذا؟ لا ما نحط فلتر، لا مش على ما الحل الكاميرا واطلع كيما انت عادي، كي خليك تربي هذيك. ايوه ديجا حالة الكاميرا، فمش علاش نحط فلتر. فهمتك، فهمت. سافا لبيت اكرر بحويجبك، مش مشكل. الحمد لله. انت شحالك؟ الحمد لله. في شيء شحالك تعيش في ضو؟ فرنسا؟ تعيش في فرنسا؟ يا بريسك دايما نعيش في تونس. اوكي. دوب ناسيوناليتي، ابوك فرنساوي صح؟ ايه اوكي. شحالكم لالا؟ صباح جوكم؟ برجولية طلعت على خاطر العوق ما لا مش على خاطر العوق، اني يعني كنت نعرف العوق وبالصدفة دخلت الريسيرش عندي شكون اسمه عمر، من لوج عليه طلع لي الكونت متاعك ونقاك حال لايف. طول دخلت يا اخي عملت لك ابوني وبقيت نتبع فيكم من نهار تالي. اوكي. مي تاوا تاوا نحكي لك، ما انت دخلت تتفرج على خاطر العوق. فماش عبد محدد، دخلت على التشكيلة متاعكم نتفرج عليكم وكل حاجة. اوكي تشكيلة انا والعوق، فهمتك لله. ما نجمش مشكون انت بعد شو مبلوكيكم بعد؟ معلش عليه بيه شو مبلوكيكم؟ اسمعني يا ليلى، هي ايش بك حمدي العوق؟ اي ما حقيقة انت هيعمل في جو في الانستغرام وتتبعه كل كله خطر، هو مش فيها مزمو يعرف. اي سي 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 ديجا اني كنت نعرف الوقت قبل ما نعرفك انت. ها بارك الله فيك يا لو. يعني واحد يقول كلمة الحق. لا صحيح يا لو، احكي ارقد. ارى قد طيب. ميرسي، يعني قلت لها ميرسي، ثانك يو ثانك يو، قل لها ثانك يو. ثانك يو بنكي مصر. ثانك يو بنك مصر. مرحبا. ماشي. قل له ليه الوصف اللي قلتوها؟ يعمل فيه والدنيا، واحكي له شجعه. سجعه زي بون كوراج، وان شاء الله تبني كارير كبير وراو شعب كل معك. ثانك يو ثانك يو. عايشك، عايش الزين، عايش عايش ليلة البيه. ميرسي. عايشك. خل نجاوبو اني من سوسة يا لوق. منين؟ من سويسرا، حيريات، كابانجي، وردانين، سويس. طفيلك انت عارف. كازميت طفارة؟ شو هي الطفارة؟ مش طفارة، طفيلة. طفيلة طفيلة. اي يتباهي حسيلو محلى بتشال. ومحلى تشكيلكم و عايشك ثانك يو. حبيبي حبيبي، نقومها وبكرة اجلس. عايشك إن شاء الله. لا بروشين، عايشك أختي. باي باي. ألو، وايش؟ فيه ريت كيفاش ما عنديش في بروفيل أنا، ريت كيفاش فاناتي كل محليهم خويا عبيد متربية. هاك ولا يا رو؟ وي أنا فما واحد عامل في بروفيل مراد الروج، تحب تدلوه؟ هو يقول لك يعطيك عصبة ويدخله على ظهرك. ها؟ هلو؟ واه قلت لك فما واحد عامل في بروفيل تحب تطلعوه؟ تختاري من الفو بروفيل السبلة. فما واحد عامل في بروفيل بكونتر روج.
الو، الو، انا اني طلع على وقع اني طلع خويا التلفزيون. ألو، عسلام، عسلامة، تمام. الحمد لله أهلا عمر، شو أنا مش تمام. محبش نحل الكاميرا والضوء يقص لهنا بعد ساعات هكا ولا يا عمر؟ مشكلة ولفت بيهم بتاع الضوء والبازيت عادي. اسمعني، إذا عمل علينا طلة جيرانك راه انا تحكي ولا هو؟ انتي وين لما نقتل؟ سجني كندا معناها. هاي يبارك. خلي وريه زبور من زبور، شنو الكهرباء يمشي لك؟ ما لازم يجيبك زبور ولا لي هكاك يجاني يا اخي ولا العوق، طفلك بده هو يجاني. نحكي على عمر، انا راني العوق ايه تحكي يا عمر، اصحابنا عمر شي عمر ونعرف ليه السيستم معناها يا شمشي نفس الزبور. السيستم بتاعك عمر صار هو هاي نفس السيستم ونفس الراتسة ونفس كل شيء. ليه لا ما نصورش يجيبك شي هو يا كيفاش ما تصوريش؟ علاش ما عندوش مطرقة ولا ما شنو يعجبك شي زين ولا حلو؟ بلا مراد ساعة انت قلت مراد هو ليه هو ليه لما يعرف العبيد اللي تسمع له الكل محليهم راه الحمد هكا لله ولا طب انت ايش بعلتها؟ طبعا طلعت لنا كام ومسكرة هاني قلت لك شوفوا الضوء هاني في قص، اسمع كندا عمر مجمع برشا هذه فيلج الصوره. هنا يقص الضوء مش ايه مشكلة نحكي قصد الضوء ايه قص هذه لغة تحكي فيها بس هنا. شبيه اللغة مش عجبتك مش عاجبتني ما لغة تحكي فيها. ساعات تسكني في الجنوب بالبقر ولا البعبع ولا في شيء في كندا يا الضوء اخي، قص. انت بتقولي راحت الضوء قص وسع بالك بالله والله بيري واسع. كان مش واسع بالي يهبط يرحمه اسمعني اسمعني وسع بالك يا بيري عمر واسع. نسمع اعطي بيك كلمة نسمع يا عمر ما نسمع يا بيك. عم طلع في كلمة يا يا عمر لوك يا لوك تبعيني سايبهم. عشبيك يا عمرك تعبت كوش ليه مسكر الكاب مش في وجوه. مشكلة، هي طلعت بس تقول كلمة وكاو بستعبت على لا روحها. طلعت باش نحكي معاه وسع بالك، ما نخاف على مشاعرك راه ذيك عليهم نحبش نحل الكاملين يا لو ليه يا اختي؟ انا عايش في سيات شبعاني بلاد ليه الزبابر ليه مطيشين بالمشط ورصة فين ليه بالزبابر مناسب زينة بالمشط. توينسا وحده والله ليه بدون بير تراب هالفرص ربي يا علي ابني. خلينا نشوف زينة تونس تراب يا ربي علي خلينا نشوف زينة تونس اللي تحكي عليها مسكرين الكلام حكيم وريني تراب زينة تونس. اسمع اسمع يا اخي، يا اخي سجنية مش تبع كيبيك؟ ها تابع كيفيك سكني اوكي، ما نعرفش راني ما خرجش موريال من يجي خير ولا خرجت موريال ديجا موريال خير برشا من كيفيك معنا ما شتشو خرجتش جيمنا. دينو هاي ميرسي يا عمر وسامحنا باللي عايز على عوقة بيك خير وسع هالمرة بالك حلو كام حلو كام بالرسمي حلو كام ما تعتقش مو بوجوهكم بالرسمي نحكي. مش مشكلة مش مشكلة ايش في سجنية ده مقصود صحيح طيب سجني ذا مقصود تلتا حكي. مش مشكلة عايزك عايز تزيد ميرسي بوكو ميرسي بوكو حبيبي باي بونوت عايزك برا بلا نحكي ذا مقصود يعني اني ذا مقصود عايزك ركز معي الزهير والذو مخصوص ريت بيديك حتى انت ما اول ما تحلش الكام هبطها لاي يا اخي عاد بيه قلت لك تبع عمر عندي مانيتي زيدير انا يا احترمه ولدي من مش اول عمر ولا انت ولا انا يا اخي فديت ما انا حلتش اريد الكام يلف وما قالتش البنزين كلام عيب عاتبه العوق مع صوت اريد طفله ما يقرا قالتش يقول كلام عيب العوق يا لو ما قالتش حتى كيف اريد فعلت العوق وما تقولش كلام عيب كي ما نحلش الكام ما نهبطهاش خليها خاطر ما تقولش كلام عيب فهمت العوق. استنى استنى انا انسان كيكه طبيعتي انا هم يعرفوني يطلعوا الكل اشترهم يحلوا الكاس انا يا لا تطلعنيش انا واحد ما في مسكر وليت الكلام حبيت تسجل وتهبط في ايوين اليوتيوب. كمان سلام على السلامة. اه طفلة عسلامة حلت شو الكام دي حوالكم؟ السلام انا جيت امبارح عليكم. راني ولا ما ناقلنيك نتشرف. بدلت شوية وقتها انا وبنتي انت البارح اللي معك بنتك؟ ولا ما غير اسمع مش باش لبيت نطول برشا في كندا انا راني يعني ما هو العوق يحب اوكي النوبلية يا العوق شكو شبيه متغشش علينا ليش فما
وانا حكيت بيك ميدو المريول، بس انا تكتب بلاش في المريول باش نطلع راهو يا اخي قعدت بليش. انا تو نحيت سخن في مشي لبلاصي سخن مش يمشي البريبريت هذا في ليه روحه مازلت نعطي البريبريت دي بوان ولا نعطي تحية فيه ونمشي؟ فيه كان فيه العوب صحيح تاعتي فيه ديما وفيه انا تعرفوني نحبكم الكل، اما باش نعطي بوان لا يا ماني. وفيه جيت في الاخر لا بليش، وضربت البيوت لقيت خلونا ورجعت بلينجوس امان، خلاني مش فاهمة. ماذا قلنا لقيت هكذا صح، رقدوا ما رقدوا حليتهم رقدوا الكل، ما حاولوا خرجوا بلينجوس. يا عمر هاي يا عمر باقي رقدوا لك رقدوا رقدوا وجوا تو بعد ما وفيت اللعبة وخسرت جايين تو ما تشكر يا بزيادة ابني، خسرت اللعبة عمر. خسرت 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 ما مش ليه مش عارف بعد رقدنا ما احنا؟ ما وقتنا مش كيفكم، ما نعرفش ما شنو عليه احنا. تو مازال بكري 9. ايه رقدت ورقدت هم فانيتي انا يخدموا صباح وسهرين وطلعتوني لفوق ما انت مهبلهم انا فانيتك انا مانيش والله مهبلهم فعلا. هبلهم هو انت فانيتك ريق اخر عبيد مهبوله بيه عسلام ريخو سلام سالو سالو سالو. فانيتي انا بيلو صباحك يا جميل استاذ وكثير صح. مرحبا يا عزيزتي، اصحان كون كيف هذه اللطف. طيب على روق فانيت العوق عوق جوك، اي شوهتني فانيت العوق تلعب تو. عزيزتي مش عاجبك كون هذه ايه تبعتي عجبتني حلي كام تو حلي ريسبكت، كام حلي كام محتاج يا ما عوق نسكت. نعم يا ريسبكت بنت فان ابدا خربت رجعت تبعت لي قاعد. تبعت لي خلي كام وين اعرف عليه عندي برشا تبعيني وين اعرف عليه اه داخله مش عاجبك يحبوك وزنسانه طويل يحبوك يا للوي رب. يا ربي معي بيه ماشي من فيها حلي كام ماك تحبي تطلعي تمدي وجهك تحبي تقوي اخي طالعين محبه فينا ماك تحبي تقولوا الكوته تقووا في الكوته بتاع الانستغرام بتاعكم اشترهم بالعاني بتكيو لو علي عاني شنعتي بتكيو. الاخوان الاخرى تقول لك استنعتي لبواني العوق الاخرى للايه الكل اعتراف فيك طالعين يحب يمشمشوا منا شوي بقينا خل نمشي خلي لانه ما نحبش المشمش برشا. بلا لا لا انا ابو عايش زينك بوزوني، عايشك عايش الله ربي يخليك يكمل عليك بكل بوزوني صحيح عايش عايش منك صح. ميرسي بون عايشك انت كونتينيسيون عايش ادوار الزين هاي باي طلعت باي باي معاني نعرفها لا 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 طب طالعين شي يحكوا هكاك طلعت ماركت شوي وهبط يوري منظرك على الاقل باش تمركي بس اكثر. هكا طلعت معنا ورات وجه الاخرى وكا هبطني على الورق التعليم اللي عندها صغير باهي البارح نعم احلاها بنت بلادنا اخوان ياي كان عندها صغير طلع. وش لي المشكلة بلي هاي طلعت حلت الكعب يا اخي هم عم روحوا بليش عادي وبرا مزيد يطلعوا بكشي عادي نعملوا في عم العيب بليش شعبي جولة. بكشي نعملوا في العيب احنا نحكيوا مع بيت نورمال والله عسلام في تونس اللي يعجبك فيهم تقول لهم راهو تقول لهم تي يقول لك نو نين بي تقول قا. يا اخي باش نوليو بكسي ترى فيش نعملو احنا يعجبكش زيد اللي الطفلة اللي تطلع هكا نحترموها اللي تطلع هكا نحكيو معاها كيما تحب اه واضح ايدي وسع بالك، عملت دريج نوم، قمت مكرز على العبيد حلبت عليها الكل دريج يا نوم، ودي قمت كان سبيتها. زوني يا اسامه كان زوني ترى الاخر بعد ما وفيت اللعبه يطلعوا لك طلعت لي مدي وجهك تو طلعت قوي في الانستغرام بتاعك ما نعرفوكش تحبي تطلع هكا يا هنتكلم عوق تحكي مع مدي الفانيت متاعك وليت متكبر هكا درج نوم قمت مكرز سبها يا تونس كاملة. فانيتي فانيتي طلعوا حلوا الكامل كل فانيتي يعني فاش تحكي فانيتي يعني تطلع تحل الكامل تقول مع الوقت تحل الكامل. ها بتحل كام حتى هذه هاي هي طلعت معنا طفلة باش تحل مع كام. السلامة الو الو صباح شنو الحمد لله بعرف ايش بالله حلي الكام حلي يا الكاميرا رب وشاقي تفهم مكرز هذا هاي الكلام فنان اسمه معدلات لا حسابية مخصوص نسينا هبطوا زوز قتلوا حل كام هبطوا ويا زين والله عالم غالي والله عالم غالي هبطوا زوز هبطوا زوز. الو مع السلامة السلام عليكم. وعليكم السلام، وريني وجهك بربي باش نعرفك شكون. قاعدة لا تحب يا تحل سلامة هذاك قاعدة دو
انت ونحل. ليه ليه؟ بلا يلا سمك حلي وبعد اسمعني، التلبي. مش نحل، بالله اسمعني استنى، بدي اجيب اسمعني، لازمك برافو. جيب باي نغني كوت، لك جيب باي اغنية، كوت مواصل توبلي لا تنغني. اوفرلي كبيرة. يلا باي نجيب ايش عينيك فيك؟ لبي روحك حويج، لبي مش راحك عارف. وري وجهه. قلت مش لابسه حويجي، ايش بيك من زبقة مش لابسه حويجي؟ لبي روحك وبدي وجهي. بس انا عركت الطفلة عم سكر الكام، يقول لي حلو الكام، شنو المشكلة؟ صحيح طلع الروج، وين الروج؟ بس الروج الو اسمعني، ايش اسمك؟ حلو الكام، فهمت فميت اسمك، ما اسمكش حتى فانا بتاعي، ما اسمكش حلو الكام. حقك صحيح. ما بدنا كي تبدا نخزل بعضها، تخزلها الطفلة مزيان ليه؟ فما بنت تعجبهم، فما ليه؟ فما واحد يحب يحكي عشان ألو كنت نحكي وري وجهك. صدقني على خاطرك تنحلوه الكام، بيساج ما يقلقش مهما كانت الوضع. وين؟ يا حالي الضوء ما ريت خد شيء، ريت سوية بعد. براذر وسام، والله سامحني تو وريت لك. هاي تو نحلوه الضوء، هاي بيكا باك واحد البريكي قص الطفلة قص وقتها قص ليه تقص؟ شم داخل زبي في الطفلة؟ بلا انت كل طفلة تحشيهيل. يا وسيمة لحظة، أبغيك أقول لك لحظة، استنى الركعة فيها مش تحل كام، طلعت أنت الزبي ها صفا يا يا وسيمة أنا بيسر. لك، هاو يزي بك سيبي يا شعرك. بديش بك محل بالعوق، عملت دراج نوم حلبت عليها البنت الكل، خليهم ياخذوا نفس، ما زالوا ما قالوا السلام، يا فقط فيها وسيمة اختار ابنة فدليك تو برجولي نحكي معك. ريت البنات سبحان الله، ريت لي في تونس كل يبعثوا لي ما يحلوش الكام، ريت لي بدأوا يعيشوا برا في فرنسا في ألمانيا في وين حلو الكام. ما فهمتش علي جاي. ما هو ما فما برش عبيد، هي انتم ما كنتش تعملوا في العيب، ولا احنا ما نعملوا في العيب اون جنرال. لا ما فما برش عبيد معناها تقول لك يحطونيش من بعد معناها الفيديو، يعملوا كابتشور يدخلوا برا وكذا يحطوها يتقلب. يعملوا كابتشور وسيما نعملوا في العيب. خويا انا اكثر وحده ليه قدر مش معايا حكاية وانتي عيب؟ قدر ما وهي فما، قدر معناها هي يا فهمتي. عمر لازمك تفهم، لازمك تفهم، فما عبيد معناها صاحبي لا تتقلب لا طرق ما اخوها. تشيت عبيد ايه مشهورين، يا ما مان انا وسيم، سمعت انا ما كده تشيل وجوه. حياتي لو ما عبيد طيحوا مقدرهم. بالعكس فهمت علي نعرف شنو خويا، بقول فيها مينا فيها، ما هو ما كيك تقول لك يراشي خوها الفيديو، يراشي ولد حومتها، تولي لها مشاكل برا. انا وكذا. انا ما تتلا معنا واحد وكل، وانت تعرف وسيم اللي توصل ليه روحه ليه تحكي لحظة له معاه اسمعني، لحظة، يقدر انا ديما بالعباس يا نقولها اخي هذه، على تعرف روحك. فهمت. اسمع، مادام فهمك هي انا ما تحب فما عقلية، تطلع ما تعرف خويا تخلي كيفاه. شو سام، صاحبي والله ما دام رخيمة هي الرمان كلها، تعرف وليت تسقى ضربوا فرنسا كندا بلجيكا درا شنيا ما تتويس عايش البر يطلعوا بالله عارف طلعت معانا فرملية أختي، فرملية خاطر لابسة الماسك وقاعدة تغزرن. ليه سامحني خاطرني مريضة كورونا. ما خايف تعديش انا راهو شوية يا بالكاميرا، ربي خايف انا يشفيك، تعدينا ربي هذا الحق يشفيك، يرحم والديك. ما عايش تعدينيش بالكاميرا، ربي ان يشفيك. شاء تونس الله كل لاباس، مرة ان شاء الله لاباس، اما اختي ربي سامحني يشفيك. انا كلمتي نقولها حاسك في سال دو با خاطر فما شطر كي فايونس لا وصار الثاني في الكوجينة، اي سي في الكوجينة، في الكوجينة، في الكوجينة، اكو جينا راهو الكوجينة يا فايونس بنانة، هاي طلعت لك الكوجينا العوق وحالها الكام، مليانة. احكي معاها جوها به طفلة، ما ايه تبداش انا تنبش قلت فيها. لها حل الكام، انا كي ليش تطلع تحل الكام اذا تعرف تروح عند اخوها، ما تطلع الجملة ما تبعثش صحيح. ديجا مزمر بصوتك، مزمر معليش بصوتك. لازم تكون عند اخوها وتطلع واحنا عم تحترم كل احترام مين وقدر. نعمله في العيب؟ نحفظ نحفظ. ليش نعمله في العيب خوي؟ تفضلي يا اختي. سامحني قلت لك ديجا طفلة ما توصل تحل كام، كان من الفامي نتاعها يكونوا في بالهم، وخاطر كان مش تحل كام يشوف اخوها وحاجة مش وبرا لله وبرا لله شايف اخوك واحد بيتش نعمله معك في العيب. احنا نحترمه فيك ونقدره فيك ونحكي عادي وعادش بيه. حتى انا كنت اطلع اختي مع صغيرة بيتها طفلة ظهر لي يا عمر. قد ايه عمرك اختي؟ مش صغيرة، مش صغيرة، عم الجاي بعد عام الجاي بريسك، عم الجاي لا عام بعد، هاي ما زلت مينور معناها. اقل من 18 لله برجولين ايه فهمتك. اهبتي عايش اختي الباهي اهبتي، قول لي مدرسة يا العوق اهبتي. اظن مدرسة وكل اقل 18 احنا بدنا تولينا ما تحكيت خايبة فهمت. عايش اختي البيه يا برا ربي معاك وربي ينورك فوتوا 18 مليون ان شاء الله شيء لاباس، ان شاء الله لاباس، وربي عايش يشفيك، اختي ليلتك البيه يا زينة ربي اختي. وما عادش تسمع المزيكا متاعي وما عادش تبع له
وما عادش تسمع ستوريات وسام. ليه ما يسمعونيش انا؟ فوت 18 سنه كتير. بيل عوق توا سيسن على فانيتك خويا، وما تبداش محل باليه وما تبداش تتسلب بعد على اليمين كل مره تطلع تحل الكام، باللي تطلع تحل الكام سايب علي ما تحلش الكام، خلينا نعرف عليها شكون انا ولا الكاميرا. اسمع يا لعوق راه تستنى تستنى فيك لعبه في البريفي كاسحه على الاخر، انا ريت الديسكسيون في البريفي فما لعبه كاسحه. راه يسكت يا وسام خليه في البريفي الشاي. اشتغل كريتو في ربحنا والله الحقيقه. انت عربي تفرج شويه في اللايف، قعدت نحكي مع الدار بالتليفون ما طلعش. قلنا شكون يطلع وفانات بناتي يختاروا، يقولوا تابعين الروج ولا اللي ولا ديناي. كان مازلت في الاثنين والروج في الاثنين والعوق تاعت في 13 14. حتى هذاك الكل في القراء، قل لهم القراء راهو سكسيال العوق، مش فاهمين اللغه. ما غابش يفهم في بالو كل شيء شعر هكا. في بالي كل شيء شعر نعم بقول وقت انا اللي في بالي كل شيء شعر يا روح. نرجع نقرع يا وسامه في بالي كل شيء شعر، خليت شعري هكا وقتها اخوي لازم ترجع كما كانت. شكون طلع معانا؟ شكون اللعبه قرعت تقبل؟ لا يقبل يا اخي، اول ما طلع في الكليبات نتاعو ديما قرع. لا يتوه خلى شعري طويل ورابور وزب يتفرج كان في كليب اللالو راه عمره ما تفرج في كليب عمره ما تفرج في حتى كثير. السلام عليكم. الو صباح. الو عسلام. هل كام اختي؟ هل كام؟ لحظه تنقل لك باش نحل. انت انا نموت عليك. هاي تموت عليك، ريت تظلمها هاي طلعت تموت عليك. هذه قتلك مش باش نحل كام برك يا شيخ. الستار جمله واحده يا العوق اليوم. يا عوق حل كام؟ حلي لحظة لحظة نحب يعني نسمع حلي كام. انت حليت معايا الكام في البخيفيرا؟ الله الله ما فهم لا ما هكا ولا حليت معايا الكام. لا عارف شو بعثها شو بعثها كده يا بنتي. انا الصوت نعرف قاتل لا بغيتي توس قاتل معروف به كلمة قاتل. لا بغيتي توس لما كيفيه شنو هو العوق اللي خليته خاطر حليت معاه في البريفي هاي ما حلتش هنا شبيك ما حلفتش عليها كيما الاخرين. ما زلت ما عرفتش هذا يقول لي بغا توس يا اخي. العوق قال قاتل عندها برشة قاتل يا حلي وري وجهك انت قناعك يمشي عاد عوق احكي معاها تو من بكري يا ليا. نعم قولي. انا نموت عليه العوق راه. في بالي باش تقولي حطينا بالبريفي. حل كام عاد العوق بدا يتسلب ليه حل كام؟ ليه هو نبه عليا قال لي ما نحبش. يا بنتي خاتيني منلتهم. لاف يو لاف يو مور. يا بنتي بدي حلي كام عليه هكا نقول لك خلاليه بنتي. صار انت يا العوق غير عليهم في البريفيت تقول لها ما تحلوش وتجي لهنا تقول لها حلي الكامه البريفيت غير عليهم. يا وسام على عيني ريتك تبدا زبور ومزيانه العوق والحاجه كلها ما عادش تطلع لاي به. ياسمين تعرفها؟ انا ياسمين شراب تاع المانيا. ايه قلت لي ياسمين شراب تاع المانيا واخر يا ياسمين. اسمعني انا حديت مع هاي عوق كل عوق كل عنده الفلسه خاتيني يا ودي فانيتك ما نجمش نهبطهم. طفله تحكي معاك نهبطها تحبي نهبطها يا ودي لا تراتي لا فانيتي لا فانيتك فانك هاك هاو طفله تقول لك نحبك يا العوق ودنيا هاك تحب نهبط نهبط. يعني الطفله قالت لك نحبك نحكي مع خيال يا عوق. مش قلت لي نحب الراك انا وحدي ما قلتش شكونك انكرت يا العوق. كيف تحب تراها وحدها يا العوق؟ عاد تفسر لنا قال لي